ايوه عيني. منزعج والله كلش، لان امتحاناتنا جاي بقت لنا 4 امتحانات بس، ها ولو كملوا كان تمددت العطله كان مددوا العطله بكيفهم. اي وترى احنا خايفين من يمها من الملامسه والاحتكاك باصدقائنا، يمكن واحد عنده سعال يشعل علينا، او يمكن واحد يلامسنا، او يمكن احتكاك، او يمكن واحد يعطس على شيء وهذا الشيء انا المسه وخليته على وجهي، هذا ينتقل المرض، لان هذا مرض مميت، هذا مرض قاتل. خايفة من كورونا، لأنه إذا صار تلامس أو احتكاك بيني وبين التلاميذ فهذا يعني المصابين راح ينتقل المرض، وهو مرض قاتل، هو مرض معدي، معدي يعني بالتلامس أو بالاحتكاك أو بالسعال مثلاً، يعني هو مثلاً يسعل على مكان وأنا أكضه فهذا ينتقل. بالنسبة للمدرسة أنا أتمنى إنه أكمل دراستي، لأنه هو بقى لنا بس 4 امتحانات فيعني كلش قليلات، لو مكملين كم مددوا عطلة براحتهم، أخاف لأنه ينتقل هذا المرض وهذا مرض قاتل، فما راح أقدر أكمل دراستي. كورونا ما اجي المدرسة، لا اخاف على نفسي، اخاف اموت، هذا كورونا مرض مميت وقاتل، فمال المدرسة يا ريت انه نكمل امتحاناتنا لين باقينا 4 امتحانات. هذا الوباء أو المرض الذي ضرب العالم العربي والخليجي وكذلك ضرب دول متقدمة صحيا وبنى تحتية عدها، في كذلك في الصين وأمريكا وإيطاليا ودول الخليج العربي وكذلك دول
المجاورة للعراق، دخل للأسف الشديد للعراق. للأسف الشديد اليوم الحكومة العراقية كانت إجراءاتها لا تتناسب مع هذا الوباء ولا تتناسب مع حجم المشكلة والكارثة الصحية التي جاءت إلى العراق للأسف الشديد. كذلك خلية الأزمة في محافظة واسط وفي العراق أوصت تعطيل الدوام الرسمي في جامعات وفي الكليات والمعاهد وفي المدارس الحكومية والأهلية تفاديا لانتشار هذا المرض، وهذه حقيقة إجراءات احترازية كان الأولى من الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات وقائية. طبعا الوقاية خير من العلاج. تلقينا خبر انتشار هذا المرض أو الوباء في محافظة واسط والشارع الواسطي خشية من انتشار المرض. طبعا هناك إجراءات احترازية اتخذناها داخل الأسر داخل البيوت، وحتى علينا أنفسنا ارتداء الكمامات وغسل اليدين، كذلك إجراءات وقائية من عدم الملامسة وعدم التجمع وتجمهر في المولات والأسواق وغيرها من الأماكن العامة المزدحمة. حقيقة كانت إجراءات خلية الأزمة الفرعية في محافظة واسط والرئيسية في الحكومة المركزية في بغداد إجراءاتها لا تتناسب مع حجم الكارثة الصحية والبيئية التي ضربت العراق. كان الأولى والأجدر بها أن تغلق الحدود من كل منافذ الحدود المطلة على الدول التي ضربها هذا الوباء. كانت الإجراءات متأخرة للأسف الشديد ولا تتناسب مع وهذا المرض. هو أتمنى أن يكون بارقة يعني أمل للمسؤولين ووزارة الصحة أن تتخذ إجراءات وبنى تحتية وإنشاء مستشفيات وإنشاء ردهات عزل لوقاية من الأمراض القادمة. والله الصراحة يعني فيروس كورونا الصراحة نحن كطلاب يعني أذانا الصراحة كلش، من ناحية القطاع الخاص الأعمال، من ناحية الدراسة، وإحنا مقبلين على امتحانات وبينا طلاب أعمارها يعني كبيرة بالعمر. يعني هاي السنة إذا راحت بعد ما أعتقد يظل لنا فرصة يعني بالدوام. والله يعني ندعي رب العالمين إنه نخلص من هذا الوباء والفيروس ويخلصنا من هاي الهمة صراحة. أستاذ يعني ده نمتحن ماكو بنص الامتحانات وقطعت الامتحانات بعد، يعني كل شيء وقف. فنتأمل إن شاء الله ينتهي هذا الفيروس من رب العالمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كجهة تدريسية وتعليمية في محافظة واسط تلقينا خبر وجود فيروس كورونا في محافظة واسط، وتأكيد خبر يعني 2 إصابات في محافظة واسط، وهذا يؤثر على الكادر التدريسي وعلى الطلاب في محافظة واسط. ونحن تلقينا هالخبر من الإعلام بأنه تعطيل الدوام، فما راح ندري يعني لوين راح يكون تعطيل الدوام. هل هنالك أجهزة تقضي على هذا الفيروس؟ هل هنالك صحة أو مستشفيات تقوم بمعالجة هؤلاء المصابين لكي لا يكون هناك انتشار واسع في المحافظة وبين التجمعات الطلابية والمدارس وتربية محافظة واسط؟ والله تحليلنا خلال هسه امتحانات قربت انه انا كجهه تدريسيه اقول انه يجب تكون هنالك الامتحانات ويكون هناك اجهزه فحص في نفس القاعه. يعني الطالب يريد يدخل يفحص، شلون هسه بالمحكمه تواصل جهاز يفحص ويدخل الانسان على معاملته ويتاكدون منه، نفس الحاله هاي يتاكدون منه ويفحصونه لكي يكون حتى تستمر الامتحانات والطلاب شنو ذنبهم يعني راح هذا يتاخرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أبناء محافظة واسط والشارع الواسطي تلقى خبر مرض كورونا، هذا الوباء الخطير، بحالة من الذعر وحالة من الخوف. وتعرفون جيدا أن هذا
الوباء ضرب دول متقدمة علميا وصناعيا وصحيا. حقيقة العراق يفتقر إلى المؤسسات الصحية كما يعلم الجميع، ووزارة الصحة اعترفت بذلك، نقص في الكوادر الصحية، نقص في التجهيزات الصحية، نقص في البنى التحتية الصحية. حقيقة دائرة الصحة واسط مشكورة، كان لها دور في الإجراءات الوقائية والاحترازية لهذا الوباء الخطير من خلال تشكيل خلية أزمة فرعية وخلية أزمة رئيسية للحد من هذا الوباء الخطير. كذلك كل الشكر والتقدير إلى مصنع نسيج الكوت لإنتاجه الكمامات من خلال 10,000 كمامة يوميا. هذه ترفد الوقاية لهذا المرض، حقيقة تعطيل المدارس والجامعات والدوائر الحكومية إجراءات احترازية للحد من هذا الوباء الخطير. كما تعرفون الأحداث التي رافقت التظاهرات السلبية والثورة التي انطلقت من بغداد الحبيبة وباقي المحافظات الوسط والجنوب للحد من الفساد الإداري والمالي وتعطيل بعض المؤسسات التعليمية والجامعات، أثر سلبا على سير عملية تربوية وسير الجامعات ودراستها. كذلك هذا الوباء أخذ حيز كبير من خلال تعطيل الدوام، أثر سلبا على الطالب. لكن للحد من هذا الانتشار هذا الوباء، كما تعلمون أن هذا الوباء ينتشر من خلال التجمعات البشرية، ينتشر من خلال التجمعات والتجمهر، من خلال الرذاذ ومن خلال المصافحة ومن خلال الملامسة. كل حقيقة اليوم في الواقع الصحي في العراق واقع متردي، واقع غير صحيح، لا بنى تحتية، لا مستشفيات، لا كوادر صحية، لا علاج مناسب. لكن ضمن الإمكانيات كل الشكر والتقدير لدائرة الصحة واسط التي أجرت عمليات تعقيم وتحفير للمدارس والجامعات، وكذلك نشر مفارس صحية، وأي شخص يشتبه به بعلامات هذا المرض ينقل فورا إلى المستشفيات. لكن اللي أترجى من دائرة الصحة واسط ومن خلية الأزمة التي شكلت في محافظة واسط أن تقوم بفرق جوالة لتوعية المجتمع الواسطي، وكذلك تحديد أماكن حجر صحية بعيدة عن المناطق السكنية. للأسف الشديد هذا الوباء ينتقل من خلال الملامسة ومن خلال الرذاذ ومن خلال المصافحة. نتأمل أن تكون هناك مراكز حجر، ونتأمل أن يكون هذا الوباء علامة إنذار لوزارة الصحة حتى تتخذ إجراءاتها المناسبة من خلال بناء مستشفيات وبناء محاجر صحية وأدوات ودواء مناسب. كما تعلمون أن جامعة واسط وطلبة جامعة واسط تضم مختلف المحافظات العراقية من محافظات الوسط والجنوب والشمالية والغربية، والحدود للأسف الشديد لم تغلق تماما. فهناك تخوف وهاجس خوف تماما من خلال انتقال المرض بين صفوف الطلبة. نتأمل خيرا من دائرة الصحة واسط ومن رئاسة جامعة واسط أن تتخذ إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار المرض بين صفوف الطلبة وبين الموظفين والكوادر التدريسية. بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصا موضوع فيروس كورونا ودخول المحافظة واسط، تم غلق وتأجيل كافة المراحل الدراسية، دوام خصوصا موضوع دوام الجامعات، تم غلق الجامعات وتأجيل الدوام إلى أشعار آخر. وحتى فيما يخص مسيراتنا الطلابية تم تأجيلها إلى أشعار آخر خوفا من تفاقم انتشار الفيروس بالمجتمع. وأكيد هذا الموضوع ممكن يأثر بالمستقبل سلبا على حياة الطالب وعلى مسيرته التعليمية، لأن أكيد هاي كلها آثار سلبية وتأخير راح تتفاقم على الطالب في حالة يعني عنده بدء الدوام، راح نتأذى من هالموضوع. بس أكيد الصحة والجار طبعا خبر تعطيل الدوام، قلت لك هو احنا شوية انصدمنا من الموضوع، لأن قلت لك يأثر سلبا فيما بعد، يعني في حال بدء الدوام راح تتراكم علينا المواد بس من هالجانب، وإلا فإحنا مقدرين الوضع وحجم المشكلة اللي حاليا اللي نواجهها صحيا ومقدرين هالوضع. لذلك احنا نوعا ما يعني كافة الطلاب متعاونين مع الجامعة ومع كل الكوادر الصحية اللي مختصة بهذا الأمر.
بصراحة التخوفات اللي نشأت من وباء كورونا وانتشاره داخل المحافظة هو تخوف بسبب التأخر الصحي اللي نعاني من عنده. طبعا قياسا اذا نقيس الواقع الصحي بالعراق بالنسبة للعالم والدول المجاورة راح يكون هو واقع صحي جدا متأخر ويعاني من مشاكل عديدة، يعني من بنى تحتية المستشفيات واذا كان من المستلزمات الطبية والخبرات كذلك، لان عندنا هواي خبرات طلعت برا العراق. التخوف اللي انت بطلبه هو بسبب التجمعات، واحنا نعرف هذا الوباء ينتقل يعني من مسافات قريبة، فالاجراءات الاحترازية كان لابد يعني من تعطيل الدوام. التخوف الاخر اللي صار هو بسبب احنا اللي نعاني الاستغلال بحالات الازمات، يعني مثلا بداية انتشار الوباء بعد يعني ما كان اكو حالات بالعراق، من كان بالصين وايطاليا وغير دول، شفنا احنا مجموعة من التجار اللي هم يستوردون المستلزمات الطبية للعراق ارسلوا شحنات مساعدة للبلدان الاخرى، لكن حين وصل الوباء للعراق شفنا غلاء بالاسعار، سعر الكمامة، الجفوف، اي المستلزمات الوقائية من الفيروس، هذا سبب مخاوف كثيرة عند الطلاب او بقية شرائح المجتمع، لان بصراحة ما راح ناخذ الاجراءات الاحترازية اللي يقدر اي انسان بسيط ممكن هو يستخدمها. خبر تعطيل الدوام هو يعني راح كان شبه الارق يعني للطلاب، لان بصراحه ماكو فد اليه واضحه راح يستأنف فيها الدوام، او ايضا انه ماكو علاج لهذا الفيروس حاليا، فما يعرفون يعني فتره اللي راح يرجع بيها الدوام او هل راح تتاجل السنه او عبور، يعني ما عندنا اليات واضحه لاستكمال الدوام، مجرد انه تعطيل وتبقى في مساله انتظار لا اكثر. بصراحة ماكو أي تغيير واضح، لأن إحنا نعرف أن العلاج حاليا غير متوفر ويطلب وقت، يعني قبل أيام إحنا عرفنا شفنا تقارير منظمة الصحة العالمية يقولون البحث عن العلاج ممكن يستغرق لمدة عام كامل، فهذا العام الكامل أكيد يعني راح يأثر، وإحنا بالعراق أصل الواقع الصحي متأخر جدا، فكيف راح تداوم الطلاب بهاي التجمعات وهاي الأعداد اللي تشترك بقاعات دراسية واحدة، أماكن للأكل للتنزه، الموضوع خطر يعني، والطالب من حقه أنه ينتاب الخوف والقلق على المستقبل غير واضح. من بعد ما عرفنا بالإصابة بأربعة أشخاص في محافظة واسط بمرض كورونا، قررت وزارة التربية وزارة التعليم العالي تعطيل الدوام. احنا نشوف أنه تعطيل الدوام هو شيء واجب وضروري للحد من انتشار هذا المرض، لأنه مرض هذا خطير ونسبة العلاج مالته لحد الآن ما متوازنة. فمن صلاحيتنا احنا كطلاب والمتحدث أنا طالب جامعة انه تعطيل الدوام راح يكون بصالحنا، لأنه خصوصا الجامعة تشمل يعني كثير من الطلبة من محافظات ومن أقضية ونواحي، وخصوصا انه هذا المرض هو ما راح ينعرف بنفس اليوم، هو المرض يكتشف بعد مده من اصابه الشخص به، لذلك يعني نتمنى انه من المؤسسات الصحيه ونتمنى من رؤساء الجامعات انه يتاكدون تاكيد تام على انه خلاء المؤسسات الدراسيه من الجامعات والمدارس خلوها من هذا الفيروس. من بعد هذا التاكيد احنا راح نرجع ونباشر بدراستنا ونباشر بمستقبلنا. ردنا انه من العمدة كجامعة او كطلاب جامعة كعمدة يقدرون يمشون حالهم، يعني انه نقدر نمدد المدة حتى انه نداوم بالعطلة الصيفية ماكو اشكال، في سبيل انه هذا انه يعني الطلبة ما راح يتأذون ولا راح يصير بيناتهم هذا المرض، وماكو اشكال انه احنا اذا مددنا هاي العطله في سبيل انه ما ينتشر هذا المرض في نطاق واسع، خصوصا في محافظه واسط وبقيه المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ظهور حالتين موجبه في محافظه واسط بمرض كورونا فيروس، دارت صحة واسط وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وزارة الصحة تشدد إجراءاتها وتكثف إجراءاتها من باب التوعية والتثقيف الصحي، نهيب بالأخوة المواطنين في أبناء المحافظة إلى أنه هذه الحالتين الموجبة
يتم احتوائها والسيطرة عليها وتم إدخالهم إلى المستشفى. مستشفيات صحة واسط جاهزة لاستقبال مثل هذه الحالات، وتوجد لدينا غرف عزل خاصة. بالحقيقة نعيد ونكرر أن هذه الحالات الموجبة لا تشكل خطرا على آخرين، كونها تم تشخيصها وعزلها في غرف خاصة للعزل والتعامل معها بطرق وقائية صحيحة من قبل كوادرنا المدربة ووجود المعدات الشخصية، معدات الحماية الشخصية. الخوف الكبير هو من الحالات غير المشخصة، لذلك نهيب بالمواطنين الكرام بتجنب أي تجمع بشري وتجنب الحركة أو أداء المهام غير الضرورية. كذلك نهيب بالموظفين في الدوائر كافة بعدم الازدحام والتجمهر، كذلك عدم مراجعة المستشفيات إلا للحالات الضرورية. كذلك بالنسبة للجامعات والمدارس وهي معطلة من قبل قرار رئاسة الوزراء، ندعو الجميع إلى الحيطة والحذر، وأهم شيء هو الوقاية. الوقاية الوقاية خير من العلاج. بالحقيقة جميع مستشفيات صحة واسط هي مهيئة لاستقبال الحالات المرضية، وتوجد لدينا غرف خاصة معزولة لاستقبال المرضى. بالحقيقة لحد الآن لم يتم تحديد مستشفى بحد ذاته ليكون هو للحالات المرضية، لكن المستشفيات مهيئة جميعها. في حالة لا سمح الله تم وجود أعداد كبيرة من المرضى لا سمح الله، مستشفياتنا مهيئة لاستقبال مثل هذه الحالات. نشكر طلاب جامعة واسط وجميع الأخوان المتظاهرين للاستجابة لطلب صحة واسط، وهذا دليل الثقافة والوعي الصحي من باب الوقاية من الأمراض الوبائية ومنها مرض كورونا فيروس، وذلك لأن أي تجمع بشري هو يزيد من احتمالية تعرض الآخرين للإصابة بهذا المرض والوباء الخطير، ومعناتها أي إصابة أي شخص ممكن يسبب إصابة الآخرين. فمن باب حماية الشخص وحماية الآخرين واجب شرعي وأخلاقي. نشكر الجميع على التعاون مع دائرة صحة واسط.